أهابت الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالمواطنين والمقيمين الحرص على أبنائهم وبناتهم من المنصات الرقمية التي تمارس تعليم القرآن الكريم بغير ترخيص. وشددت الهيئة على أن تشريعات الدولة تحظر على غير المرخصين ممارسة أي نشاط في التعليم الديني أو تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، حرصاً على التعليم الصحيح والتحصين الفكري للأجيال. وأشارت إلى أنها رصدت العديد من غير المؤهلين وغير المرخصين الذين يستهدفون أبناءنا وبناتنا تحت دعايات ترويجية لتعليم القرآن الكريم وتقويم النطق الصحيح للأطفال. وحذرت الهيئة من أن مثل هذه الممارسات تعرض المنتهكين لقوانين الدولة للعقوبات والجزاءات القانونية المشددة، وطالبت أولياء الأمور بعدم الاستجابة لهذه الدعايات الترويجية والحرص على تعليم أبنائهم من خلال المراكز القرآنية المرخصة. أنهت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إجراءات المتقدمين لأداء فريضة الحج ضمن برنامجها السنوي زايد للحج وفق الاشتراطات والأولويات، بما في ذلك إعطاء الأولوية لكبار السن من ذوي الدخل المحدود الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل. ومنحت المؤسسة الحجاج المرشحين من داخل الدولة الفرصة لاختيار حملة الحج المناسبة من بين الحملات المعتمدة للمرة الأولى ليتسنى لهم المفاضلة بين الخدمات المقدمة واستكمال إجراءات التسجيل والسفر إلى الأراضي المقدسة. وبلغ عدد الحجاج الذين تتكفل المؤسسة بإيفادهم لأداء مناسك الحج للعام 1445 هجرية 2024 ميلادية نحو 1100 حاج من داخل الدولة وخارجها، حيث غطى البرنامج للعام الجاري حجاجا من 24 دولة حول العالم من بينهم حجاج دولة الإمارات. أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فتح باب التسجيل للفترة الثالثة للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل الدراسية، ويستهدف التسجيل الطلبة من مراحل رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر لثلاث فئات، وهي الطلبة المستجدون الملتحقون لأول مرة بالمدارس الحكومية والراغبون في الانتقال من مدرسة خاصة داخل الدولة إلى المدارس الحكومية، والفئة الأخيرة للراغبين في الانتقال من الدراسة خارج الدولة حتى 7 يونيو الجاري. ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى تحديث بياناتهم المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيقها الذكي. تختتم اليوم فعاليات ملتقى أمنية السنوي العالمي والذي يعقد للمرة الأولى في آسيا وفي أبوظبي على مدار يومين بحضور أكثر من 150 شخصية بارزة في مجال العمل الخيري والمجتمعي محليا وإقليميا وعالميا، وتشارك فيه مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية، ويحتضن أكثر من 37 مكتبا من مكاتب مؤسسة تحقيق أمنية على مستوى العالم، ويشكل منصة هامة للعمل الخيري الإنساني تجمع نخبة من المبدعين والداعمين والمتطوعين من جميع أنحاء العالم. احتفلت شرطة دبي بالذكرى 68 لتأسيسها وكرمت عددا من الرعيل الأول من القادة المتقاعدين. أقيمت فعاليات الاحتفاء في نادي الضباط الذي جاء بعنوان لمسة وفاء لأهل العطاء. حضر الاحتفال عدد من القادة المؤسسين والمنجزين في مسيرة البناء والتطور ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط وموظفي شرطة دبي. مشاهدينا أهلا بكم في نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال وتأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، والبداية بالعناوين. الإمارات الثانية عالميا في حركة مسافري ترانزيت والثامنة في الربط الجوي. سوق أبوظبي للأوراق المالية يجذب أكثر من 20,000 مستثمر جديد منذ بداية 2024.
سهم إنفيديا يتجه نحو أعلى مستوياته مع اقتراب التقسيم. أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة تقوم دولة الإمارات بدور رائد في نشر الطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة عالميا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للبشرية. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع باكو للطاقة الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 يونيو، حيث دعا معاليه إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتحويل اتفاق الإمارات التاريخي إلى واقع ملموس. وأعلنت دولة الإمارات وأذربيجان بدء العمل في تنفيذ محطتي بيلا سوفار ونيفتشالا للطاقة الشمسية الكهروضوئية ومشروع أبشيرون كاراداخ لطاقة الرياح. أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن قطاع الطيران في الإمارات يأتي ضمن الأسرع نمواً والأكثر ازدهاراً عالمياً بعد جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى صعود ترتيب الدولة إلى المرتبة 8 عالمياً ضمن أكثر دول العالم في الربط الجوي. واحتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم ازدحاماً في أعداد المسافرين الدوليين، وبلغت حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات أكثر من 100 مليون مسافر خلال 2023، فيما سجلت أعداد المسافرين القادمين إلى الإمارات كوجهة نهائية زيادة قياسية خلال الربع الأول من 2024 بلغت 18% على أساس سنوي. توقع كامل العوضي نائب رئيس الإقليم للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، توقع نمو حركة السفر في الإمارات ودول الخليج بنسبة 4% سنوياً اعتباراً من 2024 وحتى عام 2030. شخصياً أن الإمارات والواضح للجميع من رواد قطاع الطيران بالدول العربية والآن بالعالم، سواء من الصناعة، سواء من شركات الطيران، سواء من قدرة سلطات الطيران المدني، مشاركتهم بمنظمات دولية، فيعني تربط الأمور مع بعض هون بالإمارات. تشوف أن يعني هالسنة هذه كانت ملائمة أن تكون الأيجام تبعنا بالإمارات. أنا متفائل جدا بالذات من الإمارات أو بالأصح بالدول الخليج بما فيها الإمارات، أن النمو راح تصير تقريبا 4% سنة على سنة أتوقع، وشايفين الشركات والحكومات العربية شايفين هالنمو هذا، عندهم نظرة بعيدة على تأكيد وجود البنية التحتية للنمو هذا. الدليل على هذا الإعلان المطار الجديد بدبي، وإعلان مطار وافتتاح مطار جديد بالكويت إن شاء الله خلال سنة، وإعلان بالسعودية مطارات جدد، فيعني في توجه للنمو على تقريبا 4% سنويا. إلى ذلك توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن يصل إجمالي عدد المسافرين خلال العام الجاري إلى 4.96 مليون مسافر، والشحن الجوي إلى 62 مليون طن، وصافي أرباح شركات الطيران إلى 30.5 مليار دولار في عام 2024 بزيادة نسبتها 13% عن صافي أرباح 2023 والتي تقدر ب 27 مليار و400 مليون دولار. كما أوضح الاتحاد أن هذه التوقعات تعتبر تحسنا عن توقعات أرباح عام 2024 الصادرة عنه في ديسمبر 2023 والتي بلغت 25 مليار و700 مليون دولار، كما توقع أن يصل العائد على رأس المال المستثمر في عام 2024 إلى 5.7%، أي أقل بنحو 3.4 النقطة المئوية من متوسط تكلفة رأس المال، وأن تصل الأرباح التشغيلية إلى نحو 60 مليار دولار.
ارتفع عدد شركات الوساطة الأعضاء في سوق أبو ظبي للأوراق المالية إلى 33 شركة بعدما أصبحت ADSS عضو تداول في السوق وتتيح الوصول إلى الأسهم المدرجة محلياً. وقال السوق في بيان أن ADSS توفر لعملائها القدرة على التداول في مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والتي تشمل الأسهم العالمية والإقليمية والعملات المشفرة. وأوضح عبد الله سالم النعيمي رئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية أنه منذ بداية العام الحالي شهد السوق انضمام أكثر من 20,000 مستثمر يمثل الأجانب منهم 87%، مما يسلط الضوء على المكانة المميزة والثقة القوية التي يتمتع بها السوق في قطاع الاستثمار. تناقش الجمعية العمومية لشركة أدنوك للحفر مقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح، وذلك خلال اجتماعها المقرر في 24 من يونيو الحالي. وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى على تبني سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة ومحسنة بزيادة سنوية لا تقل عن 10% في نسبة توزيع الأرباح، وذلك لمدة 5 سنوات القادمة. ويجوز لمجلس الإدارة وفقا لتقديره الخاص النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة. أطلقت شركة إعمار العقارية مشروع توسعة ضخم في دبي مول يشمل إضافة 240 متجرا وعددا كبيرا من المطاعم والمقاهي بتكلفة 1.5 مليار درهم. وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية أن التوسعة الجديدة في دبي مول تعد إضافة لأحد أبرز المعالم السياحية العالمية. وفي العام الماضي حقق دبي مول إنجازا قياسيا بأن أصبح المكان الأكثر زيارة في العالم مستقطبا 105 ملايين زائر بزيادة نسبتها 19% عن العام السابق. مشاهدينا المزيد من الأخبار الاقتصادية بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في البدايات الصباحية لتعاملات سوق أبوظبي على تراجع المؤشر عند 8897 نقطة. تداولات في سوق العاصمة كانت عند أكثر من 77 مليون سهم بقيمة وصلت إلى قرابة 379 مليون درهم حتى هذه الأثناء. بالنسبة للأكثر ارتفاعا في سوق العاصمة أبو ظبي، حياة التأمين على رأس القائمة ارتفاع بنحو 8.5%، أبو ظبي الوطني للبناء أيضا ارتفاع بأكثر من 7%، ريسبونس بلس القابضة أيضا ارتفاع بأكثر من 4%. الأكثر تداولا بالقيمة يتصدر هذه القائمة العالمية القابضة IHC وتداول أكثر من 116 مليون درهم. أدنوك للحفر أيضا تداول أكثر من 33 مليون درهم. مصرف أبو ظبي الإسلامي تداول 28 مليون و600 ألف درهم حتى هذه الأثناء. بالنسبة لسوق دبي أيضا متراجع والمؤشر عند 3980 نقطة. تداولات في سوق دبي كانت عند أكثر من 31 مليون سهم بقيمة تجاوزت 117 مليون درهم حتى هذه اللحظة. بالنسبة للأكثر ارتفاعا شركة جلتي للمخازن عند 4.09 دراهم ارتفاع بأكثر من 8%، وبنك السلام عند 2.35 دراهم ارتفاع بأكثر من 4%، بنك المشرق مرتفع ب 2% والسهم عند 198 درهم. بالنسبة للأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي إعمار العقارية على رأس القائمة وتداول أكثر من 42 مليون درهم دبي الإسلامي ارتفاع أو تداول أكثر من 18 مليون و200 ألف درهم GFH تداول 7 ملايين و400 مليون درهم في التعاملات الصباحية. وإلى مصر، حيث انحسر تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي مع بدء استعادة الثقة بفضل تحسن استقرار الأسعار بعد خفض قيمة الجنيه في مارس. وقفز مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال لمديري المشتريات في الجمهورية إلى 49 نقطة و16 نقطة في مايو من 47 نقطة و14 نقطة في أبريل، يظل أقل من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني والأربعين على التوالي. وتحسنت معنويات الأعمال لشهر الثاني مع ارتفاع مؤشر توقعات الإنتاج المستقبلي إلى 55 نقطة و19 نقطة في مايو. أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض أمس بعد بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية وخلل فني في بورصة نيويورك
تسبب لفترة وجيزة في توقف التداول في عدة أسهم، وأدى خلل فني في بورصة نيويورك إلى تقلبات هائلة في أسهم شركة بيركشاير هاثاوي وباريك جولد، وتوقف التداول في 60 سهما على الأقل مدرجا في بورصة نيويورك بسبب التقلبات قبل أن تصلح البورصة المشكلة الفنية وتستأنف النشاط. ودعونا مشاهدينا نذكر بإغلاق مؤشرات البورصات الأمريكية في ختام تعاملات جلسة آخر مايو. كان مؤشر S&P 500 على ارتفاع ب 10%، المؤشر عند 5283 نقطة، كما أغلق مؤشر داون جونز على تراجع ب 13 والمؤشر عند 38571 نقطة. من جهته أغلق مؤشر ناسداك المجمع مرتفعا بأكثر من 0.5% والمؤشر عند 16828 نقطة. أخيرا مؤشر ناسداك 100 ارتفاع ب 13% والمؤشر يتخطى 18600 نقطة. تستهدف شركة انفيديا إتاحة سهمها لشريحة أكبر من المستثمرين مع خطط تقسيمه التي كشفت عنها الشركة في نتائجها المالية الأخيرة، حيث ستقسم الأسهم بنسبة 10:1 في 7 يونيو بعد إغلاق السوق، وسيحصل المساهمون على 9 أسهم مقابل كل سهم، أي إجمالي 10 أسهم لكل سهم أصلي، ومن ثم ستنخفض قيمة كل سهم إلى 10 قيمته السابقة، وسيبدأ تداول أسهم الشركة بسعر ما بعد التقسيم يوم الاثنين المقبل على أن ينخفض سعر السهم من 1140 دولارا إلى 114 دولارا فقط. وبالنسبة لأسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الكبير على مؤشرات الأسواق الأمريكية كانت كالتالي: مايكروسوفت على تراجع ب 13%، أبل ارتفاع بقرابة 1%، سهم ميتا بلاتفورمز ارتفاع فاق 22%، سهم انفيديا ارتفاع ملحوظ بقرابة 5% والسهم عند 1150 دولارا. بالنسبة أيضا للأسهم الأخرى المدرجة في السوق الأمريكية، نلاحظ بأن سهم كوالكوم على ارتفاع والسهم عند 205 دولارات، سهم أمازون أيضا مرتفع والسهم عند 178 دولارا، سهم تسلا على تراجع بقرابة 1%، السهم عند 176 دولارا و37 سنتا. تجاوز سعر بيتكوين 70,000 دولار لفترة وجيزة، حيث تلقت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة تدفقات نقدية داخل للأسبوع الرابع على التوالي، ووسط أحدث زيادة الاهتمام بسهم شركة جيم ستوب والذي يحفز التكهنات حول عملات الميم وهي العملات التي تشبه بيتكوين وإثريوم. وبلغ إجمالي تدفقات الداخل إلى الأصول المشفرة 185 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 31 من مايو بحسب شركة كوين شيرز انترناشونال، كما ضخ المستثمرون ملياري دولار في منتجات الاستثمار بالأصول الرقمية خلال مايو، بما في ذلك صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة. ارتفعت أسعار الكاكاو في أسواق السلع الأساسية بشكل متواصل منذ بداية العام الحالي، وبدأت الأسعار الفورية للكاكاو في هذا العام عند مستوى 4200 دولار للطن، ثم وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 11,000 دولار للطن في أواخر أبريل قبل أن تستقر فوق 9,000 دولار. ولعبت عوامل مثل أمراض المحاصيل وظاهرة أنينيو وتكاليف الزراعة والمضاربات في السوق أدوارا كبيرة في الارتفاع التاريخي للأسعار، وفي الوقت الذي تواجه فيه صناعة الشوكولاتة ارتفاع تكاليف المدخلات بدأ منتجو الشوكولاتة في التفكير عن البدائل. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، نلتقي بكم مجددا في نشرة الثالثة، حتى ذلك الحين في أمان الله. We'll be right back.